أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في قناتي حرفة الشواء. انقطعت فترة معينة والآن رجعت. طبعا الجو حر ونحن في الصيف، فعندي تجربة سهلة وبسيطة جدا ممكن الواحد يعملها في البيت بسهولة. طبعا أنا ما زلت بحكي عن موضوع الشوي في الفحم. اليوم عندي ريب آي أنجوس، طبعا تبلته في الملح والفلفل للطرفين من فترة، وعندي هعمل خضار مشوية، وعندي بطاطس وجزر. البطاطس والجزر طبعا تاخذ وقت، لذلك سلقت على الماء وبعدين هكمل شوية على الفحم. فبس مجرد ما نخلص السلق هنروح للشوي، تابعونا. طيب الآن أنا حطيت الفحم وله ربع ساعة تقريبا، والفحم صار جاهز مثل ما هو باين في بياض. فالآن هنوزع الفحم. عندي هذا المنقل ميزته إنه صغير، ممكن نستعمله جوا، ممكن نستعمله برا، ممكن في الرحلات. جدا عملي ومفيد، وممكن تحط فيه كل الأغراض. ممكن نعمل حلقة قادمة فرجي الأشياء اللي ممكن تتحط فيه. طبعا هو بيجي الشبك قطعة واحدة، أنا قطعته عشان يكون سهل التطبيق. هننتظر دقائق معينة لين يحمل المشوى بالشكل المطلوب، بعدين نبدأ عملية الشوي. أنا هتأكد من مستوى الحرارة، زي ما انتم شايفين هاي، يعني هذه فوق 600 فهرنهايت، يعني درجة حرارة مثالية للشوي العالي. هاشوي شريحة اللحم على 6 دقائق لكل طرف. واحط معها الخضار، الكوسة، بالنسبة للبطاطا عندي وصفة جديدة اليوم مميزة. طبعا هحتاج مقص البطاطا بالنص بهذا الشكل، جبنة شيدر وجبنة أشقوان. طبعا هتسيح عليها، حط ساور كريم، شوية زبدة، شوية ملح خشن، وشوية فلفل خشن. الآن إلنا في هذا الطبق الشهي، مثل ما أنتم شايفين هون عنا ريب آي
عنا فلفل أخضر، كوسة، جزر، البطاطس العجيبة هذه. شوف البطاطس العجيبة هذه عبارة عن بيكون والساور كريم وجبنة نوعين. فهنشوف نجرب الاختراعات هذه، نشوف كيف طالعة. بسم الله. طعمها مميز بس شوية مالحة، يبدو اني كترت الملح شوي، وطبعا استواء كويس. في ناس بيحبوا يكون استواء اقل من هيك لكن معقولة. خلونا نشوف هذا الاختراع صدق كيف بيتاكل. خلينا نقصه. شوف الجبنة طبعا عبارة عن البطاطا وجبنة أشقوان وتشيدر وبيكون. يعني اختراع أول مرة لا بأس فيه، تصور ممكن المرة القادمة يكون أحسن. نشوف هذه الكوسة. الكوسة فيها طعم الشوي ونص استوى. هذا الفلفل الأخضر المشوي لذيذ. نشوف الجزر. طبعا الجزر انا ما شويته على الفحم وانما بالنار مع الزبدة والفلفل والملح، بيطلع ظريف. النتيجة يعني طبق سهل نعمل، سريع وجميع المكونات الغذائية فيه. شوفوا جربوا الوصفة هذه وشاركوني بملاحظاتكم وآرائكم، ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وترسلوا لأصحابكم، وإلى اللقاء.